استشهد نحو 100 فلسطيني، فيما أصيب 158 آخرون في ضربات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية. هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم 85 على التوالي، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من الجرحى. كما شهد جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.